بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الدرس السادس ببرنامج الفوتوشوب. اليوم بإذن الله رح ناخد أدوات اللي هي أدوات الرتوش. أدوات الرتوش عم نسمع عنها هي أدوات فينا نعدل فيها على الصورة بشكل احترافي تقريبا نوعا ما، يعني فينا نقول إنه بدنا نغير أي شيء بالصورة نستخدم هدول الأدوات. رح نشوف الأدوات ورح نشوف كيف نتعامل معها. رح ناخد مجموعة اليوم من الأدوات ورح نكمل بجلسة ثانية إن شاء الله. عندي أول أداة هي أداة الختم أو الطابع، كلون ستامب. ستامب مثل ستامب نفس الاسم. قبل ما بلش فيها رح نحكي أول شيء على الصورة هي اللي قدامنا بشكل عام. شو فيها؟ شو ممكن نشوف فيها أنا الصورة؟ شو لازم ساوي لحتى أعدل؟ أول شيء بتفرج على الصورة اللي قدامي. أول شيء الصورة مايلة، هاي أول ملاحظة لازم لاحظها إنه الصورة مايلة ولازم زبطها. تاني شيء الصورة فيها لون أحمر ضارب. نحن بنتذكر انه اخذنا اللون الاحمر كيف بنشيله او اللون ازرق او كذا، اذا لون ضارب هي بالكلر بالانس. نحن نرجع نعيدها اليوم لنتبين معنا. رابع شيء بنشوف انه الحيط كتير وسخ الفوقاني، الالوان يمكن تكون باهتة هلا بعد ما التعديل، في شق عنا هون. نتفرج هيك على الصورة، رح نحاول نعدل قدر الامكان اي شيء بنقدر نعدله فيها لتصير صورة ظابطة، يعني تصير صورة نقدر نشوفها بالعين على الاقل نرتاح لها. هلا اول شيء عندي هي الصوره ضارب فيها اللون الاحمر. نتذكر انه كلر بالانس من ايمج ادجستمنت كلر بالانس او اختصار لإلها كنترول بي. فعكس اللون الاحمر شو هو؟ ازرق. بشد لعند الازرق حتى اشوف الالوان عندي بلش تروح الحمار منه. طبعا بشد لمرحله معينه لحتى ترتاح عيني تشوف الالوان حلوه. انا هيك بكفي، حطيت الكلر ليفل هون ناقص 80 وطلعت كتير رايقة الصورة. تاني شي بدي الصورة مايلة بدي جلسها. اخذنا الدرس الماضي كروب، الكروب رح تجلسها. كيف رح نجلسها؟ نبلش نعدل بشكل الكروب تبعنا طبعا، ونحن عم نحرك لا ننسى انه نحن اللي عم نحرك هلا حاليا بالفوتوشوب 6، بالفوتوشوب 5 واللي قبله نحن عم نحرك الكروب، يعني المستطيل هذا اللي نحن رسمناه. اما بالفوتوشوب 6 نحن عم نحرك الصورة، هي جديد عاملينه انه نحن عم نحرك بالصورة ما عم نحرك بالاطار اللي نحن عاملينه. ممكن احيانا تلبك شوي بتحريك الصورة بالاتجاهات. انا هيك تقريبا قصيت الصورة كلها، شايفين لسه هون بالكروب ما قطعت معي على المزبوط، لك في من هون في من هون، فهي معناتها بدها تدوير الصورة شوي. رح ارجع اعمل كنترول زد او كنترول الت زد لحتى نرجع تراجع، نرجع نعيد الكروب مرة تانية. حاول قدر الامكان ساويها مستوية. بنزوم، فينا نزوم معلش عشان اذا بالزوم نتحكم احسن بالتدوير. تمام هيك. نرجع من هون نظبطها ومن اليسار. هلا الصورة عندي هيك صارت جاهزة. بدا شوي من تحت، شايفين على الزوم بيبين معنا. ممكن نزوم، بصير نصغر على البيكسل. هلا هيك الصورة انقطعت عندي. هلا الحركتين اللي عملناهم هي الكروب انه زبطنا الصورة، وعملنا كلر بالانس انه شلنا اللون الاحمر. هلا بيجي للمرحلة الثانية، شوف الليفل يعني الاضاءة كنترول ال، تفرج على الاضاءة تبعتها،
تفرج شلون هون الأسود لازم نعدل بالصورة هون، فهي بنغمقها. شوف احنا درجة التفتيح اللي بدنا اياها هيك تمام. شوف اذا بنكبس كنترول ال مرة تانية توزعت، كنترول بي بنعدل كمان، بنرجع شوي بالاحمر لانه لسه فيها حمار، هيك هيك ممتاز. هلا رح نتفرج بهاي الصورة. انا شو ممكن ساوي؟ اول شي بزوم شوي لحتى اتفرج. عندي هذا الشق بدي اخلص منه، كيف؟ في عندي اداة اسمها كولون ستامب تول. كيف عمل هاي الاداة؟ هاي الاداة عبارة عن بتاخد شقفة من الجدار اللي انا حطه، بترجع بتنسخه بمحل ما انا عم برسم، نفس الجدار بتنسخه فوق الشقفة اللي عم برسم عليها. كيف بدي اخد نقطة وارجع ارسم؟ اول شي الفرشاية اللي عندي هاي اللي عم اشتغل فيها نفس الفراشي العادية تمام، بالزر اليميني بختار نوع الفرشاية اللي بدي اياها، هاردنس او صلبة بتكون ما فيها هاردنس ابدا، حواف مالها شفافة، والحجم اللي بدي اياه. كيف باخد شقفة من الحيط؟ بكبس الت بالزر الت وبكبس على الحيط اللي بدي اياه، المكان اللي بدي اياه، وبيجي فوق الشكل اللي بدي امحيه وبلش بكبس وبمشي برسم. شايفين انا الدائرة اللي عم بشتغل فيها، في اشارة زائد جنبي عم ترسم، جنبي عم تمشي، هي النقطة اللي عم باخد منها. تمام، اذا بنطلع هيك راح الشق، كانت هيك كان في شق وهلا هيك راح الشق. بيجي للمرحلة الثانية. هلا انا بدي اعطي الادوات بس ما رح يكونوا بشكل منتظم، عم رح نعطيهم، رح نعطيهم بحسب الصورة هاي شو بدها. يعني ما رح اعطي مثلا، هلا رح احكي عن الستامب الثانية، هي باترن ستامب. هاي بس عبارة عن في خيار اسمه نقشة، عندنا نقشات معينة ليكن بس اخذ ستامب باترن. في هون عندي نقشات معينة فوق بشريط الخيارات تبعها، باخذ النقشة اللي بدي اياها، بس عبارة عن اني برسم ترتسم هي النقشة، بس عبارة عن رسم. تمام، رح احكي الاداة الثانية اللي رح نروح من هذا الطرف الوسخ او اللي هون السواد اللي هون، هيلينج براش تول. هاي اللي شكلها مثل لزقة طبية. شو بتعمل هاي الأداة؟ نفس عمل الستامب العادية، ولكن في فرق بيناتهم بشغلة، انه الستامب اذا انا مثلا بيجي بنسخ من هون اي صورة اي شكل بيجي بحطه هون او بحطه بمكان تاني مثلا هون، عبارة عن تنسخه مثل ما هو، ما بتغير فيه شي ولا بتعدل فيه شي. اما هاي الاداة تبع اللي مثل اللزقة الطبية بتعدل بالاضاءة. كيف يعني بتعدل بالاضاءة؟ يعني مثلا انا عم بنسخ شي فاتح لما كان فيه غامق، مو معقول الستامب بتخليه مثل ما هو، يعني انا عم بنسخ من الفاتح بضله فاتح حتى لو انا عم بحطه على الغامق، لانه هي عم ترسم مثل ما هي، يعني طبع بس ستامب طبعه مثل ما هي ما عم تغير شي. ولكن هاي الاداة اللي اللزقة الطبية عملها غير، عملها مثلا انا عم بنسخ من مكان فاتح عم حطه بغامق لحالها بتصير تعدل لي الالوان الاضاءة، يعني لحتى تتناسب مع اللي حواليها. مثلا بقع لونها زرقاء فاتحة عم حطها مع زرقاء غامقة رح تصير زرقاء غامقة او شي بتناسب معها. رح نجربها لهي الاداة هون على اليسار، نفس الشي كمان بالزر الت باخد شقفة من الحيط اللي جنبه وبيجي برسم. رح ارجيكم الفرق بينها وبين الستامب. هاي الستامب رح اخذ نفس القطعة حطها هون، اذا بتفرج انا او هي كان حاط حالك انا على هون، شايفين كيف الحفة هون
هي ام هي افتح شوي لك شلون هون هذيك الاداه رح تبلش تعدل لي بهي القصه. اول شيء رح اخذ بنتبه طبعا اذا بشوف انا تدريجات الحيط بنتبه اني انا عم احط يعني بكمل التدريج تبع الحيط، يعني الحيط مقسم فما بيجي بحط هيك النقطه. هلا صح غطيت النقطه اللي قبل اللي تحتها المكان الغلط اللي تحته، ولكن انا كمان ما مشيت على نفس المستوى تبع الحيط، يعني في عندي تقسيمات بالحيط البلاطات او البلوكات، فلازم انا اكون يعني على الاقل انه انتبه انه لازم يكون نفس المشي. حطيت هيك عدلت. هلا حاخد مثلا مكان فاتح جدا من هون، اجي شايفين كيف انه في فرق باللون، رح اجي ارسم هيك. شفت شلون لعبت بالاضاءة وغيرتها؟ اخد مكان قريب اضبط عشان امشي مع الحيط. كله هذا بدي نطفه. شايفين كيف مبين انه في فرق لو خفيف، متى ما تركته هو لحاله بيعدل. برجع الحيدة مرة تانية مشان تكون نطفت على الأخير. ها شوفوا كيف هون على هون انضرب الخط اللي عم بيمشي لازم عليه. برجع بعيد، أنا بضلني عيد لحتى تزبط معي الصورة للنهاية، لأنه آخر شي أنا عم بشتغل تصميم، يعني لازم دقة جدا متناهية بالشغل. تمام. طب هاي الأداة عم نستخدمها وقت يكون في عنا مساحات صغيرة بالشغل، يعني مثلا نقطة مساحات اللي عم نشتغل فيها صغيرة مو كبيرة، لأنه إذا كانت كبيرة بدي ضلني أمشي هيك، يعني أحيانا بتضيق الخلاق، لأنه كمان لازم أنا أخلص أنهي شغلي بشكل أسرع ما يمكن وأفضل ما يمكن. فهي المساحة كلها الكبيرة شلون فيني أخذها وكلها زبط نظفها؟ هاي المساحة اللي من هون، هاي كل المساحة، كيف بدي انظفها بسرعة؟ في أداة تانية تحت اللزقة الطبية اسمها باتش تول. شو شغلتها هاي؟ نفس الهيلينج براش تول، نفس هاي اللزقة الطبية، ولكن أو نفس الستامب كمان، بتعدل بالألوان، يعني بتعدل بالإضاءة، ولكن بتاخد مساحة كبيرة. نيجي بنرسم تحديد على هاي الأداة، على الحيط اللي المساحة اللي بدي أعدل فيها. نفس أدوات التحديد برسم بكل تأني. كمان برجع بضيف الشقف اللي بدي إياها وبقيم الشقف اللي ما بدي إياها. بدي اشيل هاي هون، شعر البنت بدي اشيله. تمام هيك. هاي الدائرة خليها هون، كمان في واحدة تانية خليها. كان تشوفوا انه ليش هالمرة طول، لانه هاي الشغلة بدها تأني كتير، يعني بدها شغل ووضوح اكتر ما يمكن. هلا انا هي خلصت، اخذت بدي اخذ الشقفة اللي بدي اياها، ضلني طبعا اخذ الاداة. في عندي خيارات هون، سورس ديستنيشن، فيا بخليها هي مصدري، يعني انا شوف انا بس عم باخذ من مصدر وحطه عليها، يا اما انا بالعكس بشتغل بنقلها للصورة اللي فوق وبتصير انا عم بحط على صورة تانية. يعني يا هاي الشقفة بخليها انه تتعدل اني امحيها من مكان اخر انه اخذ صورة تانية وحطها عليها، يا اما هاي الشقفة انا عم بنسخها لمكان تاني. فنحن لا بدنا اياها سورس انه انا بدي امحيها، فهو باخذ من اللي فوقها وبترك بلش تنمح. برجع مرة تانية بسحبها وبترك،
تعدل. هلا الفكره وين؟ هلا بما انه نحن عم نشتغل وهي الاداه بتعدل اضاءه، فبما انه نحن اخذنا من الصفار شوي، من اللون الاصفر تبع الحيط شوي، فهو لازم يدمج لي الاصفر معها والازرق معها، مشان هيك طلعت مضروبه. فنحن شو اللي بنساوي؟ ناخذ هيك بنروح على اي اداه تحديد وبنصغر تحديدنا شوي. هاي هيك نرفعه ومنيجي نرجع مثل ما كان نعدلها. تمام، نرجع لننظف. طبعا تنظيف الصورة ما هو بالأمر السهل والسريع ويلا وامشي، لازم نشتغل بتأني. في عنا كتير تعديلات ممكن نعدلها. اذا برجع هيك بالصورة ممكن اخذ بالستامب شوي بما انه هي صورة. تمام، هيك نحن بدنا نضلنا نشتغل لحتى تزبط الصورة بشكل كامل. هلا هاي ما هاي الشقف كله لازم شيلها. شايفين كيف لازم انتبه على اني وين عم باخد انا؟ هلا هيك نوعا ما نضيف الحيط الوراني، ممكن هون شيل شوي كمان. تمام، برجع هلا بدي اشتغل بشغلة تانية. هلا اللي عرفناه هون اداة الستامب، ان كانت كولون ولا باترن عرفنا شو شغلتهم. أداة الهيلينج براش تول، الباتش تول لسه ما حكينا على الباقي، الكونفيرت والريد ايز والسبوت لسه ما حكينا عنهم. رح نحكي هلا بالصورة تبعتنا هاي على شيء. أنا إذا بتفرج على الصورة أول شيء بلاقيها باهتة، فأنا كيف بدي أقوي الصورة أو أقوي الإضاءة؟ أنا بدي، شايفين هذا الصفار اللي من هون كل شيء مكتوب بالأصفر، هذا الحيط بالأصفر، بدي أقوي، بدي أخليه يوج يعني يشع شوي. ففي عندي أداة شكلها اسفنجة، سبونج تول. هي إلها خيارين، يا ساتوريت يا دي ساتوريت. ساتوريت إشباع، دي ساتوريت إلغاء الإشباع أو إنقاص إشباع أو عكس الساتوريت يعني عكس الإشباع. فالإشباع اللي رح ساويه انه هذا اللون اللي انا عندي رح ضخ اكثر، يعني انه رح خليه يشع اكثر. انه هي مهمتها انه نسبة درجة اللون اللي عندي عبارة عن اني بزيد فوقها نفس الدرجة نفس الاصفر، هي بس عبارة عن بتزيد درجات الاصفر اللي فيها، بتزيد درجات الاحمر، بتزيد اي درجة بدك اياها. الفلو تبعها 50، هي نسبة قديش بدها تزيد. 50% هي عم تزيد من اللون. إذا بعمل هيك شايفين كيف 50%، إذا بحط 100% مثلا كبسة واحدة شوفوا شلون بتحرقها حرق، يعني إذا كترت ممكن أحرق الصورة. خليها على 50. شغلة تانية قبل ما أشتغل بهي الأداة،
اذا بدي اشتغل بمكان محدد، فما بدي هاي البنت مثلا، لانه انا اذا ماشي هيك جيت على البنت فصارت نص شقفة من البنت فيها ستوريت والشقفة الثانية ما فيها ستوريت، فهو افضل حل اني حدد او اني اشتغل بتأني اكثر، فلح اشتغل بتأني انا اكبرها على قد المسافة اللي بدي امشي فيها، المساحة اللي بدي امشي فيها عشان اخد اكبر قدر ممكن. برجع من هون من هاي الشقفة، بصغرها للأداة الفرشاية، برجع من هون طبعا. إذا حددت فهو أسلم بالشغل، بحيث إنه أنا عم بحكي عم بشتغل وين ما حركت بمكان محصور، بس مشان السرعة أنا ما حددت، ناسبني هيك بخليه، ما ناسبني برجع بزيد فوقه كمان، خلي تشع أكتر. شوف كيف كانت وكيف صارت، كانت هيك صارت هيك، فرقت ولا لا؟ اكيد فرقت. رح احكي كمان عن اداة تانية، اذا بتفرج انا هون تحت شايفين كيف عتمة غامقة شوي، الصورة من تحت غامقة، فانا بدي اجي فتحها لهي الأداة لهي هذا المكان. في عندي خيار من الخيارات من الأدوات، أداة من الأدوات دودج تول. دودج تول إذا بدنا نحكي تفرج على شكلها، هي مكبر مثل مكبر ومسكر، يعني ما فيه إنه فتحة مكبر، لا هي بس كشكل شكل الأداة كمثل عصاية إلى دائرة مسكرة. هلا ليش هيك شكلها؟ شكلها فعلا جاي من مكان تصوير أيام تحميض الصور، اذا بدهم الصورة كانت تتفتح اكثر فهن بغطوا الاضاءة اللي جاية على الصورة، الاضاءة فوق البنفسجية اللي جاية على الصورة تبع التحميض اللي عم تتحمض، متى ما غطوا الاضاءة الصورة ما عاد اكتسبت لون، ما عاد احترقت، ف شو بيصير؟ تفتح بتصير لونها فاتح الصورة. الاداة الثانية اللي عكس الدوتش هي بورن، بورن بارن عكس ال هي معنى كلمة بارن انه حرق. حرق شلون تشتغل هاي الأداة؟ كمان نرجع لقصة الصور، هي شكلها انه مثل هيك ايد مضمومة الأصابع على بعضها بشكل دائرة، وقت كان بدهم يحرقوا صورة أو يغمقوا صورة فهن كانوا بالضوء بدهم يركزوا بمكان معين، مكان الضوء اللي الأشعة اللي فايتة على الصورة اللي عم تتحمض، فهنا كانوا يعملوا هالحركة مثل هذا الشكل اللي هون موجود، يخلوا الإضاءة تفوت من خلال هالدائرة هاي الصغيرة اللي هن عاملينها، وبصيروا يسلطوها على أماكن معينة بالصورة بتصير غامقة أكتر من غير أماكن. فنحن هون رح نفتح هاي الصورة، ناخذ أداة الدوج ونمشي عليها. طبعا رح أخفف نسبة، أنا هون النسبة تبع الإضاءة معليها، فأنا خففتها للـ50 وبمشي، وبمشي من هون خففها كمان من هون شوي ومن هون، اتفرج عليها خفت إضاءتها. هلا شايفين هي عكس الأداة من هون مثلا، لحتى نشوف شو راح تساوي. راح غمق انا السقف الحيط اللي من فوق، شايفين كيف غمق هاي البارن هيك عملها الدوج، هاي الدوج اذا نتفرج تحت شايفين هيك كانت، هيك صارت بهاي المكان، اذا بتفرج بهذا المكان هون كانت هيك غامقة كتير، هيك صارت الحيط من فوق كان فاتح صار غامق، يعني بلش تتحسن معالم الصورة أكتر. طيب هلا أنا بدي أشوف شغلة تانية، إنه إذا بتفرج لهون محل ما كنت عم أعدل
شايفين كيف صار في ضجيج باللون الأحمر أو النقط البكسلات صارت ضجيج فيها، فهذا اسمه نويز. أنا كيف بدي أخفف النويز من الصورة كلها؟ في عندي فلتر من الفلاتر، فوت على على قائمة فلتر، في عندي نويز، إذا بعمل أد نويز أنا بزيد الضجيج، فأنا رح أعمل ريديوس نويز، معالجة الضجيج. تفرج هيك الصورة كانت هيك. إذا بتفرج على الصورة تبعيتي الرئيسية كمان، أنا بما إنه عامل بريفيو فيني أشوفها، أو كيف فيني أشوفها كمان من الصورة هاي اللي موجودة عندي على جناب كيف كانت. أنا إذا رح أكبس كبسة وحدة وتفرجوا شلون رح هون بهذا المكان، شوفوا كيف رح تتغير الصورة. هيك كانت هي لأني كابس أنا مبينة، هاي بريفيو إنه قبل وبعد عن طريق الكبس. بشيل ايدي، شوفوا شلون الضجيج راح. طبعا الضجيج راح بسبب هون سترينث، وهي بعدل فيهم، فيني اعدل اشوف انا شو عم بيصير. شايفين هون عم خفف من نسبة السترينث، فعم يرجع الضجيج. خليها على الستة هون. شايفين هي بتعمل شيء اسمه، هلا بنشوفه شيء اسمه بلار. طب انا بدي اشوف الصورة كاملة، فيني بما انه محطوط بريفيو هون فهو عم بيعدل على الصورة مباشرة، فينا نشوف الصورة كيف صارت بدون البريفيو. رح اشيل البريفيو لحتى نشوف. شايفين كيف كانت؟ هيك صارت. هلا هو عمل شيء اسمه بلار او تغبيش، فانا ما بدي اياه كتير التغبيش. برجع لهون بتفرج. حط نسبة تكون خفيفة على هون، بلعب بالصورة بتغبيش الصورة شوي. فيني انا اشوف من هاي الصورة اللي قدامي هون شو عم بيصير، بزوم شوي لحتى اتفرج شو عم بيصير. بعدل لحتى شوف الصورة انه ما لها مضروبة بالتغبيش اللي انا مغبشه. تغبيش طبعا هي بتعمل تغبيش كتير خفيف. هيك كانت، هيك صارت، كتير ممتازة انا برأيي. Reduce color noise، هون عم بلعب بألوان او اضاءة الضجيج اللي عندي. شايفين عم زيد الضجيج هيك شوي. هي طبعا الضجيج عم بيصير باللون الاحمر، فهو بشيل من الصورة لون احمر تبع الضجيج نفسه. شايفين اذا هون شايفين كيف الحواف كانت هي حمراء، فهو شال لون احمر. انا هيك بضرب الصورة طبعا، فلازم خفف ما العب فيها كثير. لهي شاربن هي عكس الفوقانية، البريسيف البريسيرفر بريسيرا بريسيرف ديتيلز. فشاربن هي شيء اسمه حاد، يعني يساوي حواف حادة. فبما اني انا حطيت طبعا هاي نسبة وتناسب بين هاي وهي، طبعا ما رح تلغي لي كل شيء ولكن بتبلش تلغي شوي شوي بهي القصة. اذا بتفرج على الصورة الرئيسية تبعي ببين معنا الحدودية هون. شوفوا الشاربين رح خففها. شايفين كيف عملت للصورة حواف حادة؟ هي عند البكسلات اللي بتكون حادة كتير، عند البكسلات المعينة، عند بكسلات معينة او اللي هي مثل مثلا الحيط، هي حواف الحيط انه الفرزات تبع الحيط، فهو هون عم يعمل شاربين لإلها. انا بحط شاربن بدرجة معقولة مناسبة لإلي، ما بضرب فيها الصورة، تكون الصورة فيها بشكل ممتاز. اذا متفرج هاي الصورة اللي عندي كانت قبل هيك بعد هيك، ما فرقت كتير، ولكن اذا انطبعت الصورة بتفرق.
هون اذا بنتفرج هون كيف كانت كيف صارت، راحت شوي ضجيج. رح ارسم انا هون رسمة صغيرة احمر. وهي رح احكي عن ادوات تانية. هلا نحن حكينا عن سبونج، حكينا عن البارن تول والدوتش تول، هلا رح احكي على ادوات تانية اللي هي بلار تول، اللي هلا شفنا تأثير هون عليها انه عملت غباشة، هي فعلا بتعمل غباشة. رح ارجع زوم شوي بس لحتى نشوف شو عم بصير. تفرجوا هون قديش المربعين حادين على بعض، شوفوا البلار شو رح تساوي، بلشت تعمل لي تغبيش. شايفين كيف غبشتها؟ في عكس البلر هي شاربن تول. شو بتساوي الشاربن؟ بتساوي حواف حادة، زبط لي الحواف شوي. طبعا هاي بتشتغل على البكسلات، يعني اذا بشوف انا على القريب القريب انه هي عم بتعمل حدودية للبكسلات. شايفين كيف انه ممكن بعد فترة، هلا برجيكم كيف تضرب الصورة. هي مو شغلة كتير يعني مفيدة او هي عاطلة، شوفوا شلون كيف ضربت الصورة. ليش ضربت الصورة؟ لانه هي عم تعمل شاربن او انه عكس البلور، انه عكس التغبيش، توضيح اكتر للبكسل بحد ذاته مو للحفة كلها، للبكسل. فهي عم تضربه للبكسل كل ما زادت الحدودية تبعيته. في عندي اخر اداة اللي اليوم رح ناخدها هي سوم ديج تول، سمو ديج تول. شو بتساوي هي؟ هي اسمها المزاجة. يعني مثلا هدلون لونين بدي اخلطهم شوي، فعبارة عن بخلط تمزج اللونين مع بعض. طبعا هي ما عم تدمج اللونين، هي عم تحرك على حسب انا كيف عم حرك الالوان. شايفين بتوصل لمرحلة المزج، يعني صار مزج دائما. نحن بنعرف انه ازرق مع احمر بيطلع عنا بنفسجي، هي عم تطلع عنا البنفسجي. شايفين كيف مزج فيني. طبعا هي الاداة الى استخدامات، يعني ممكن انا حسب شو بخترع استخداماتها، فيني اخترع استخدامها على كيف، يعني حسب شو بتفيدني الاداة بستخدمها. يعني مثلا نحكي امثلة على هدلون الادوات. انا صح شلت هون شي من قلب الحيط، انه شق بقلب الحيط، بس نفس الشيء اذا انا عندي وجه بدي اشيل منه حبوب، اما بالستامب او بالهيلينج تول. مثلا عندي صورة فاتحة كتير، ممكن غمقها بالبورن او بالدوج فتحها. بالسبونج اذا عندي صورة انا باهتة الوانها، فيني اعمل لها سبونج ساتوريت. هاي ساتوريت عاملة كل هاي الصورة توضح الوانها. دي ساتوريت، تعالوا نشوف شو دي ساتوريت، شو شغلة دي ساتوريت. اذا انا بهاي سبونج وغيرت هذا المود تبعها من ساتوريت لدي ساتوريت، بتوصل لمرحلة الابيض والاسود. شايفين كيف انا عم قيم اشباع اللون من الصورة، ف بتبلش الصورة تاخد منحى الابيض والاسود. هي كبسة تانية، شايفين كيف صارت ابيض واسود الصورة. رح نشوف هاي الصورة اللي انا عدلت عليها واشتغلت فيها كيف كانت اول ما اجت، اول ما اجتني هيك الصورة. شو عملنا اول شي؟ زبطنا قطعناها. طبعا اول شي عملنا لها قطع، تاني شي قمنا اللون الاحمر، عدلنا شلنا الشق هاد، غيرنا بالحيط هون شوي، عملنا ساتوريت للخلفية هي اللي قدامي، فتحنا شوي من تحت من هون بالدوج، غمقنا الحيط الفوقاني. كيف صارت الصورة بالنهاية اللي وصلنا لها؟ لهون. شفتوا كيف فرقت؟
فرقت الصورة كتير. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الأدوات. هدول أدوات بدهم تدريب، بدهم أكتر من صورة، مو شرط المثال هذا اللي أنا حاطه قدامي. إن شاء الله بالدروس الجاية ممكن نعمل تدريب، رح نعمل تدريبات عملية أكتر لأكتر من صورة، مو بس هدول الأمثلة اللي قدامي إن شاء الله. ونشوف كيف الأداة رح تشتغل أمور تانية، ممكن بهاي الأداة المزاجة ما اشتغل مزج، ممكن انا اذا بدي عم ساوي شي معين، مثلا كاتب شي معين، او انا بدي اعمل لهي انه مثل عم تسيل، فانا بصير بعمل لها هيك بسحبها كأنه عم تسيل. اذا عم بعمل دم فيني اعمله بهذا الشكل، خليها تسيل مثلا من هون الدم. بدها شغل، احيانا ممكن تاكل الصورة معنا ايام، ممكن مو مباشرة بنفس اليوم انا اخلص صورة معينة، بدي وقت. في صور انا قعدت فيهم عم بشتغل فيهم يومين لحتى سويت الصورة اللي بدي اياها، او لحتى حصلت على النتيجة اللي بدي اياها، لانه مو شرط من اول مرة يزبط معنا شغل معين. دائما كل ما نساوي شي نطمح انه نساوي احسن منه، يعني هيك ممكن تساوي تصير بانه عم تسيل بشكل معين. طبعا في بدي اداء اكبر من هيك، شغل اكبر من هيك. بارجيكم ان شاء الله ما كم صورة مساويين على هي القصة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يعطيكم العافية.